فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط الله يرحمه، هو صاحب الفضل في الحكايه دي. فاكر اول مكافاه كتبها في الناشئين وانت في نادي الاولمبي؟ هو الله يرحمه الكابتن حسني حافظ، حسني عوني ده كان مشرف على كره القدم في الناشئين. فانا برضك عشان ابين لك حاجه مهمه قوي، فاحنا كنا بنلعب في 15 سنه بنكسب، فبيجي مثلا حد من رجال اعمال في النادي الاولمبي كان يجي يطلع مكافاه، سين مثلا مكافاه مثلا ايمان فاكرها مثلا كانت بتبقى 5 جنيه للفرقه. فكابتن حسني عوني الله يرحمه كان ده بمثابه اب لينا، وكان هو مشرف على كوره، كان يجي يقول لك لا انا مش هدي لك فلوس، طبعا بتوجيهات طبعا مع العميد ابراهيم الجوين الله يرحمه. فكان ما يدلكش فلوس، كان يعمل لنا ايه؟ انت في المدرسه يروح يجيب لنا كراسات وقلمه حاجات المدرسه. وطبعا احنا اياميه طبعا يعني عايزين نهرج، فمحتاجين اي حاجه عشان ناخدها عشان نجيب اكل نخرج مع بعضينا الكلام ده كله، عايزين فلوس. يعني اياميه بقى كنا شباب بقى يعني، ف ما حسيناش بالكلام ده كله غير لما كبرنا. يعني قيمه ان الراجل بيحسك، كان بيفكر ليكوا تفكير، بيفكر لقدام. انا هدي لك فلوس دلوقتي خلاص، هتاخد الفلوس ممكن تصرفها في اي حته تانية، الامور هتبقى مش مظبوطه. لكن الله يرحمه كان بالنسبه لنا مثابه الاب بالنسبه لنا، وكان بيعاملنا معامله وحريص علينا، وكان دايما بيروح يسال علينا في المدرسه وجايبين ايه. يعني كنت شاطر في المدرسه؟ كنت كسر ولا كنت زي حالاتنا بتزوق من المدرسه عشان الكوره وانت عشقك الاول الكوره؟ انا بص انا لغايه اعدادي كنت من الناس المتفوقين، ملتزمه يعني ملتزم لكن لما دخلت ثانويه عامه وبدات ان انا العب فريق اول، فبدات المفهوم انا بقى يتغير، بقى حبي وحبي للكوره طغى على الدراسه. لكن ما اهملتش في الدراسه يعني لان كان والدي الله يرحمه كان مهم بالنسبه له قوي ان هو حته الدراسه دي. لكن في مواقف كتيره جدا الواحد عمره ما ينساه، وخاصه في ايام ثانوي. يعني طب هتقول لنا برضه المواقف اللي ما تنساهاش في المدرسه ايام ثانوي؟ انا هقول لك على حاجه بس انا مش عايز الناس بس ايه تاخد فكره وحشه عني. كان معايا الكابتن احمد ابو علي هريدي، وكان معايا عثمان، وكان معايا توفيق، كان في المدرسه الثانوي. فانا بدات ان انا بلعب فريق اول، فبيجي حصه التسميع سنه اولى بقى، يجي اقول له انا عندي حصه تسميع في الحصه اليوم الفلاني في بتاع، فكان يجي يخبط يدخل فين احمد الكاس، يقول له الناظر عايزه، المدير عايزه، فيقول له طب اطلع، كان في حصه تسميع، فانت تزوغ من حصه التسميع وياخدنا على الكانتين نروح نفطر ونشرب شاي وارجع تاني بعد ما انتهى الحصه خلاص. لكن كان كيف هي حرص الحمد لله رب العالمين من والدي ووالدتي الله يرحمهم ان انا اكمل الدراسه واكمل ابقى عندي مؤهل بجانب الكوره، وده كان مهم قوي بالنسبه لي. الحمد لله رب العالمين انا ليسانس اداب قسم اجتماع، خريج كل جامعه اسكندريه وكليه اداب اسكندريه هنا. فالحمد لله رب العالمين يعني بجانب الكوره الحمد لله يعني ربنا وفقني في حته الدراسه. يعني انا ملاحظ ان ايه انك علمتني الشاي وانت ما بتشربش الشاي. لا ازاي بقى يا كابتن اسامه، منورنا. واحنا بقى بنتكلم خلاص مرحله الناشئين عدت، تبدا بقى على مرحله جديده، مرحله من اهم